الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تفيض حنينا دروب الحياة ويشرق فيها شعاع الأمل، وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. فيديو النهاردة سهل وبسيط، قلت أشاركه معاكم. في الأول كده احنا هنشوف ازاي ان احنا ممكن نكتب أو نطبع على برطمانات الإزاز أو علب التوابل. صراحة أنا شفت الفكرة دي وعجبتني وقلت أشاركها معاكم عشان الكل يستفيد. في الأول كده انت بتجيبي طبعا بنكتب على الكمبيوتر أسماء التوابل اللي موجودة عندك أو اللي انت عايزة تطبعي الاسم بتاعها على علبة التوابل أو على الإزاز بتاعك. فطبعا انا كنت كتبت كل اسامي التوابل او البقوليات اللي انا عايزة الزق عليها، يعني دي كانت صفحة كاملة كده، وبعد كده بدأت ان انا اقصصها. بصوا ده كده كل اسامي التوابل، تمام كده، دي ورقة عادية وعليها الاسماء، كل اسماء التوابل اللي انت عايزاها تكتبي الحاجة اللي عندك. بعد كده بنجيب عندنا بكرة اللزق اللي هو الشفاف الابيض ده، بتكون لزقته قوية. وابتدي كده احطها على الاسماء اللي انا كاتباها. لازقه معايا كمان كده على الناحيه الثانيه، بحاول اخليها كده الاسم يكون في النص كده بالظبط، تمام. وبضغط كده شويه جامد، انا شلت بس الزيادات اللي عندي. بعد كده بتجيب المقص تبداي ان انت تقصي، هتقصي كل اسم لوحده باللزقه بتاعته. كده قصيت كل الاسامي اللي عندي بالشكل ده، خلاص كده تمام. بعد كده بجيب عندي مية، مية عادية، وبحط فيها الورق. همسك بعد كده الورقة، هتلاقوا ان الورق نفسه باش معايا، هنشيله كده من اللزقة. اهو بتقشروا كده الورق بيطلع معاكي، واللي بيفضل الاسم اللي انت طبعاه. اللزقه بس اللي بتفضل معاكي بالاسم اللي انت كاتباه، طبعا انت عايزه تكتبيها بقى بالعربي او الانجليزي زي ما تحبي. اهو مثلا دي ملح، بنشيل الورقه وبتفضل الاسم مطبوع باللزقه بتاعته. انا هنا كنت بلزقهم على سيراميك المطبخ جنبي وانا بفككهم من الميه، هاخدهم بقى دلوقتي عشان احط كل حاجه على العلبه بتاعتها. بعد كده بقى بتجيبي علب التوابل عندك، يا اما انت عايزه تحطيها من على الغطا كده او من هنا زي ما تحبي. مثلا ده كركم، بحط بقى اللزقه كده تلزق طبعا. ولو حابه ان انت تحطيها مثلا من على الغطا برضو تمام، زي ما قلت لكم زي ما تحبي. عايزه تكتبيها كده من الجنب او تلزقيها من الجنب ماشي، عايزه كده من فوق الغطاء انا برجح كده من فوق عشان لو انت بتشدي من الناحيه دي ما تبقاش مخطوبه من الناحيه الثانيه، يعني فاهميني. فلما تكون فوق كده من على الغطاء ما بتتوهش معاكي. ولسه طبعا هكمل بقيه العلب التوابل. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.